بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا اجعلنا مبشرين خلقك الذين ما زال فيهم بذور خير وجزء من عقل كاف لكي ينقذهم من الغفلة التي أراد بهم الشيطان وهو العدو المبين للمؤمنين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما تنذر الذين يخشون ربهم، نحن نخشاه فعلا لأنه رب قادر علينا، هو بعثنا وهو الذي يعلم سرنا وهو يقدر على حسابنا ونناقشنا الحساب، وهو القادر أن يغفر لنا عيوبنا وإن كانت ملا أثقل من جبال الأرض كلها، وعدد جرامنا أكثر من فقاعات مياه البر والبحر وحبات الرمال في كل العصور وفي كل الأوطان. نعود إن شاء الله تعالى.